بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كانت قرارات ناجحه جدا، وكانت يعني في كتير في انتظارها. كون سيادة الرئيس ينظر للموظفين ويزيد الحد الادنى للاجور، فده في حد ذاته متماشي مع العصر اللي احنا فيه، وان فعلا المرتبات كانت لازم ان هي الحد الادنى بتاعها يزيد. فبنشكر سيادة الرئيس على الزيادة دي اللي فعلا هتفرق كتير في حياة المواطن. الحاجة التانية اللي عايزة اشكره عليها المعاشات، وان هو زيادة المعاشات بنسبة 13% ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا، وإحساس بأصحاب المعاشات وإحساس بالمواطن إن هو فعلا أبائنا وأمهاتنا اللي على المعاش محتاجين نظرة. والحمد لله إن السيد الرئيس عمل الزيادة دي علشان أبهاتنا وأمهاتنا يستفيدوا منها. طبعا الشارع المصري أكيد كل اللي هيبقى وارد في ذهنه ان قد كده الرئيس حاسس بيهم، وقد كده هو فعلا مش ناسيهم ومش ناسي جميع فئات الشعب، وان هو بيفكر في كل حاجه ربنا يقوي. طبعا احنا شايفين ان الرئيس ماشي في جميع الاتجاهات، يعني مش سايب مجال الا وعمل فيه انجاز وعمل فيه تعديل وعمل فيه تحقيق. فده اكيد له برضه كبير على الشارع المصري. اكيد المواطن كل مدى ما بيزيد حب الرئيس وبيقرب منه، لان هو فعلا بيحسسه ان هو واحد منهم وان هو حاسس بيهم وان هو مش ناسيهم، فده في حد ذاته اكيد انجاز كبير واحنا بنشكره عليه.